نحن كلاعبين نحب الصعوبة في الألعاب، لأن الألعاب إذا كانت صعبة معناها فيها تحدي، فيها منافسة، وهذا الشيء بيزيد المتعة بشكل جدا كبير. بس في بعض اللاعبين يحبوا الصعوبة زيادة عن اللزوم، حرفيا أخذوا معنى الصعوبة لمستوى ثاني. في لاعبين سووا أشياء وتحديات في الألعاب جدا جدا صعبة، وما كنت متخيل انه في حد يقدر يسوي شيء في هالصعوبة. فبهالفيديو جايب لكم اصعب 10 تحديات سووها اللاعبين في تاريخ العاب الفيديو. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ هذا الفيديو عليه giveaway على $500، ورح يكون عنا فائزين رح أعلن عنهم بفيديو التوب 10 القادم. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معك. وهذا الفيديو برعاية لعبة Genshin Impact، أحد أقوى وأضخم الألعاب اللي موجودة حاليا. اللعبة بنظام RPG عالم مفتوح، وفازت بجائزة أفضل لعبة على الموبايلات بعام 2020 وعام 2021. والشيء الأسطوري أنه اللعبة مجانية بالكامل ومتوفرة على جميع المنصات اللي شايفينها قدامكم على الشاشة حاليا. والآن مع التحديث الجديد اللي هو فيرجن 3.0 ضافوا كثير أشياء رهيبة. أولا في ماب جديد بالكامل واللي هو ماب ساميرو، وهو مدينة مستوحاة من الشرق الأوسط. شكل الماب خلاب وتصميم البناء فيه جدا جدا رهيب. وغير كذا ضافوا 3 شخصيات جديدة، شخصية تايناري ودوري وكولي. كل شخصية منهم تتميز بخصائص وقوى معينة. على سبيل المثال شخصية دوري تتميز بالإلكترو أو الكهرباء. رابط تحميل Genshin Impact موجود بوصف الفيديو، حملوها الآن وابدأوا بالمغامرة. ويلا خلنا نبدأ بالفيديو. طيب خلينا نبدأ بالمرتبة 10 مع أحد أصعب التحديات في تاريخ ألعاب الفيديو واللي سواها اللاعب داينو سينجايل. قبل لا أتكلم عن التحدي، لو تسأل أي جيمر مخضرم أو واحد فهمان بألعاب الفيديو، لو تسأله إيش أصعب لعبة أو سلاسل ألعاب في العالم، فرح يجاوبك على طول لعبة أو سلسلة ألعاب دارك سولز. معروفة ألعاب الدارك سولز أو ألعاب شركة فروم سوفتوير بشكل عام إنها أصعب ألعاب موجودة حاليا، ومو أي شخص يقدر يلعبها ويختمها لأنها تحتاج مهارة جدا عالية. طيب نرجع للاعب داينو سينجايل. هاللاعب قرر أنه يختم جميع ألعاب دارك سول لثلاث أجزاء زائد لعبة ديمون سولز ولعبة بلود بورن، يعني 5 ألعاب جدا صعبين، قرر يختمهم كلهم بجلسة واحدة وبدون ما ياخد ولا ضربة من الأعداء في الخمس ألعاب كلهم. يعني رح يبدأ باللعبة الأولى يختمها من البداية إلى النهاية بحدود 4-5 ساعات تقريبا بدون لا ياخذ ولا ضربة من الأعداء. بعدين لو نجح يروح على اللعبة الثانية وعلى اللعبة الثالثة والرابعة والخامسة. تحدي جدا مجنون. المهم من أول محاولة إلى لعب 17 ساعة ووصل للعبة الخامسة بدون ولا ضربة اللي هي Bloodborne، وبعدين على النهاية أخذ ضربة وخرب كل مشروعه واضطر يعيد من البداية. حاول محاولة ثانية، وصل للعبة الثالثة وبعدين أخذ ضربة واضطر يعيد، وحاول مرة ثالثة ورابعة وكل مرة يفشل، وكل محاولة تأخذ منه 15 ساعة لعب متواصل على الأقل. بس من المحاولة الخامسة قدر يسوي التحدي وختم آخر لعبة وخلص آخر وحش بدون لا ياخد ولا ضربة بالخمس ألعاب. كان فاتح بث مباشر للعبة بالكامل وأخذت منه المحاولة الأخيرة 15 ساعة وقدر يسوي هالإنجاز الرهيب. وشوفوا ردة فعله، قاعد يبكي من الفرح. في المرتبة 9 عندنا شخص فاز لعبة Getting Over It برقم قياسي. اللي ما بيعرف لعبة Getting Over It فهي تعتبر من أصعب الألعاب ومن أكثر الألعاب يلي ترفع الضغط. لعبة جدا صعبة والخطأ البسيط فيها بيؤدي إلى الخسارة. ولو دورت على اليوتيوب رح تلاقي فيه كتير ناس قدروا يفوزوا على اللعبة، والوقت التقريبي للعبهم عشان يفوزوا فيها هو من ساعة إلى ساعتين. بس في شخص على اليوتيوب اسمه بلاست بولت جدا مدمن على اللعبة ولعبها مئات المرات وصار جدا محترف فيها. هذا الشخص جاب المركز الأول على العالم في اللعبة، هو أسرع واحد بيختم اللعبة بالعالم. ختم اللعبة بدقيقة وثانية و205 جزء من الثانية. قلت لكم من شوي انه الناس بيختموها بعد لعب ساعة او ساعتين، هذا الشخص ختمها بدقيقة واحدة من كثر ما هو محترف
في اللعبة. هذا الفيديو اللي شايفينه قدامكم هو لعبة اللي جاب فيه الوقت القياسي، ومثل ما شايفين جدا جدا سريع وما عنده أي غلط في اللعبة. في المرتبة الثامنة أظن معظمكم بيعرف مصطلح السبيد ران، واللي هو بكل بساطة لاعبين بيحاولوا يختموا ألعاب بأسرع وقت ممكن، وفي كثير ناس على اليوتيوب محترفين سبيد ران مختمين ألعاب بسرعة كبيرة، نفس لعبة ماينكرافت، ألعاب دارك سولز، ولعبة جيتينج أوفر إت اللي بالمرتبة التاسعة، وفي كثير ناس مسوين سبيد ران لألعاب مختلفة. بس في شخص اسمه كارل جوبسيت ختم 3 ألعاب سبيد ران بسرعة خارقة، اللي هما سوبر ماريو، زلدا، وجولدن آي، ختمهم ب 52 دقيقة. بس الشيء المجنون انه ختمهم الثلاثة بنفس الوقت. ايه بنفس الوقت، كان عم يلعب بكنترولر وعم يتحكم بالثلاث ألعاب بنفس الوقت وختمهم للثلاثة ب 52 دقيقة. تعرفوا مصطلح متعدد المهام، انه الشخص يقدر يسوي اكثر من شيء بنفس الوقت؟ هذا الشخص مطبق هالمصطلح حرفيا، ختم 3 ألعاب بسرعة كبيرة وبتحكم واحد على 3 ألعاب. كيف كان مركز على الثلاثة بنفس الوقت؟ ما أدري الصراحة، شيء جدا مجنون. في المرتبة السابعة كان في معرض أو حدث بعام 2016 للعبة ستريت فايتر. هذا الحدث بيجتمعوا فيه جميع محبين لعبة القتال المشهورة ستريت فايتر، بيلعبوا ضد بعض وبيسووا تحديات، وفي كثير فعاليات خاصة باللعبة. من أحد هالفعاليات كان في بطولة صغيرة بيجيبوا 2 عشوائيين بيلعبوا ضد بعض، والفائز مستمر، إنه الشخص بيضل يلعب وبمجرد ما إنه يخسر بيطلع وبيجي واحد غيره. فقرر يشارك بهالفعالية لاعب اسمه راين هارت، وهذا معروف انه من ألعب الاشخاص بالعالم بلعبة ستريت فايتر. والشيء المجنون انه تغلب على جميع الناس اللي موجودين بالمعرض، لعب ضده 260 شخص وفازهم واحد واحد. مثل ما قلت شوي، من القوانين انه الفائز مستمر بيضل يستمر في اللعب حتى شخص يخسره، وهذا ما قدر ولا واحد بالمعرض انه يفوزه. فاز 260 شخص بمدة 11 ساعة. ايه قاعد يلعب 11 ساعة لعب متواصل بدون اي راحة. وبعد هذا الانجاز اخذ اعتراف وشهادة من مجموعة جينيس للارقام القياسية. في المرتبة السادسة في يوتيوبر امريكي جدا مشهور اسمه تشارلي، واسم قناته بينجوين زيرو، عنده فوق 10 ملايين مشترك، وهاليوتيوبر جدا يعشق لعبة الشوتر هيلو. تشارلي سوى فيديو على قناته بشهر 5 من هالسنة وقال انه كان في تحدي بلعبة هيلو 2 حاول كثير انه يسويه من زمان وما قدر يتغلب عليه ابدا، فحاليا بده يتحدى متابعينه انهم يسووا التحدي، والفائز رح يعطيه 5000 دولار. التحدي انه شخص يختم لعبة هيلو الجزء الثاني على اصعب صعوبة ويحط 13 جمجمة. الجمجمات بلعبة هيلو كل ما تحط جمجمة بتزيد عليك صعوبة اللعبة، لو حطيت مثلا جمجمتين بصير اللعبة أصعب، ومجموعهم كلهم 13. فالتحدي إنه شخص يختم اللعبة على أصعب صعوبة ويخلي الصعوبة 13 ضعف بإنه يحط 13 جمجمة، وفوق كذا لازم ما يموت ولا مرة أثناء لعبة للعبة بالكامل. المهم سوى فيديو وأعلن عن التحدي، والفيديو تبعه جاب 2 مليون مشاهدة، وخلال شهر جميع اللاعبين عم يحاولوا يفوزوا بهالتحدي، بس ولا واحد قدر يتغلب عليه أبدا لأنه شيء جدا صعب. راح اليوتيوبر شارلي سوى فيديو بعد شهر وقال للأسف ما حدا فاز بالتحدي، راح أرفع الجائزة من 5000 دولار إلى 20000 دولار اللي يقدر يسوي هالتحدي. وبعد شهرين من إعلانه لرفع الجائزة إجا ستريمر باسم جيرفيلن قدر إنه يسوي التحدي ببث مباشر على تويتش. تخيلوا 3 أشهر مأعلن عن التحدي وآلاف الناس عم بيحاولوا انهم يتغلبوا عليه، لانه كلهم فاتحين بثوث على اليوتيوب وتويتش، وما حدا قدر يتغلب عليه الا جيرفيلن وفاز بال20000 دولار. في المرتبة الخامسة سويت فيديو من سنة تقريبا كان عن أصعب 10 ألعاب في العالم، واللي شاف الفيديو راح تعرف انه بالمرتبة الأولى كأصعب لعبة موجودة حاليا هي لعبة ساكيرو شادو داي توايس. هاللعبة من شركة فروم سوفتوير، نفس الشركة اللي سوت ألعاب دارك سولز واللي معروف انها كلها صعبة، بس لعبة ساكيرو هي أصعب لعبة سووها الشركة. عشان تختم اللعبة تحتاج 30 ساعة تقريبا، ولو قدرت تختمها ب30 ساعة فهذا يعتبر انك سويت انجاز وانك من جد جيمر
محترف. بس في لاعب اسمه لي زيمينغ ختم اللعبة سبيد رن بوقت قياسي اللي هو 10 ساعات. بس الشيء المجنون انه كان عم يلعب بمقوة قيادة. اي مثل ما سمعتوا كان مركب كنترولر مقوة قيادة اللي يستعملوه لألعاب السيارات وكان عم يتحكم فيه بلعبة سكيرو وقدر يختمها ب10 ساعات. ما تتخيلوا قديش هذا الشيء صعب. اللعبة اصلا صعبة بدون اي شيء، فما بالك انه يختمها باستعمال مقوة قيادة وقدر يختمها بوقت قياسي اللي هو 10 ساعات. شيء جدا مجنون. في المرتبة الرابعة عندنا شخص مجهول على موقع تويتش سوى أحد أكبر الفعاليات بتاريخ ألعاب الفيديو. هذا الشخص فتح بث مباشر على موقع تويتش بعام 2014، وفي البث كان فاتح لعبة بوكيمون، أحد أقدم ألعاب بوكيمون البسيطة شايفينها قدامكم واللي كانت على أجهزة الجيم بوي من زمان. بس هذا الشخص عامل برنامج بروجرام موصل فيه لعبة بوكيمون مع التعليقات يلي رح تجي على البث المباشر، وقال للمتابعين بالبث ان انتم رح تختموا لعبة بوكيمون عن طريق التعليقات. اذا ودكم الشخصية يمشي لقدام اكتبوا up، ودكم يرجع لورا اكتبوا down، يمين يسار. التعليقات رح تتحكم بكل شيء في اللعبة، واللعبة فيها كتير خيارات. حتى لما تقاتل اي وحش القتال عبارة عن خيارات، تسوي كذا ولا تسوي كذا. فالتعليقات بالبث المباشر رح تتحكم بهذا الشيء كمان. وهذا البث المباشر كسر الدنيا حرفيا. عدد الأشخاص يلي شاركوا في تختيم اللعبة عن طريق التعليقات هو 1,164,000 شخص، والبث جاب 36 مليون مشاهدة بشكل إجمالي وفوق 100 مليون تعليق. طيب السؤال الأهم، هل قدروا يختموا اللعبة آخر شيء؟ الجواب إيه، بعد 16 يوم و7 ساعات من اللعب والبث المباشر قدروا المتابعين يختموها آخر شيء. مع أن لعبة بوكيمون لو تختمها بشكل طبيعي ما رح تأخذ معك أكثر من 20 ساعة، بس أخذت 16 يوم على البث لأنه فوق 1,000,000 واحد قاعد يكتب تعليقات ويحاول يشارك. فكان في كثير ناس ترولز بس بدهم يخربوا ويحطوا اختيارات عشان يخربوا اللعبة، بس بالأخير قدروا يختموها. والبث المباشر دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر لعبة بيشاركوا لاعبين بتختيمها، لأن فوق 1,000,000 شخص شارك. وكل المواقع والقنوات الأخبارية وقتها صارت تتكلم على هذا الحدث التاريخي. في المرتبة الثالثة في لعبة فضاء جدا مشهورة اسمها Elite Dangerous. هاللعبة مصممين فيها الفضاء بشكل جدا دقيق وجدا قريب للحقيقة، لأن مطورين اللعبة صمموا الفضاء والكواكب والمجرات في اللعبة استنادا على أبحاث علمية. المهم اللعبة فيها عدة مجرات، مو فقط المجرة اللي فيها الكرة الأرضية، لا فيها عدة مجرات ومجموعات شمسية، وفي منطقتين كانوا اللاعبين يتنقلوا بيناتهم بشكل جدا كبير. المنطقة الأولى اسمها سول وموجودة بمجرتنا، بمجرة درب التبانة، والمنطقة الثانية اسمها كولونيال وموجودة بمجرة قريبة إلنا. عشان تسافر بين هالمنطقتين بالحقيقة فرح تحتاج 22,000 سنة ضوئية، بس الوقت عشان تسافر بيناتهم بداخل اللعبة هو ساعة و55 دقيقة. طبعا الوقت رح يكون مختصر باللعبة مو نفس الحقيقة. ومن أول ما نزلت اللعبة من عام 2014 إلى عام 2019 كانوا اللاعبين ما بيعرفوا إلا هذا الطريق اللي بياخد ساعة و55 دقيقة. بس في عام 2019 كان في مهندس كمبيوتر وبروفيسور بجامعة تكساس في أمريكا كان يلعب اللعبة ومدمن عليها، وكان منزعج بين المسافة الطويلة بين المنطقتين اللي هما ساعة و55 دقيقة، وقرر إنه رح يلاقي طريق أقصر. فقعد أيام يدرس الفضاء ويدرس خريطة اللعبة ويسوي رسوم بيانية ومعادلات رياضية، وبالأخير فعلا قدر يلاقي طريق أقصر ب17 دقيقة. الطريق الجديد بياخد ساعة و38 دقيقة. والشيء المجنون إنه هذا الشيء اللي سواه يعتبر اكتشاف بالحقيقة. لو يوما ما البشر وصلوا لهالنقطة بالمجرة فالطريق اللي اكتشفه هيكون طريق موجود بالحقيقة
الحقيقة، لأنهم بانين الفضاء باللعبة استناداً على أبحاث علمية، شيء جداً مجنون. في المرتبة الثانية، من زمان، من 15-20 سنة تقريباً، كان منتشر شيء اسمه ألعاب الأركيد، واللي هم بكل بساطة أجهزة ألعاب موجودة في المولات أو المجمعات التجارية ولازم تدفع فلوس عشان تلعبهم، بس يكون مبلغ جداً بسيط. وكان في عدة ألعاب متنوعة على أجهزة الأركيد، أشهرهم لعبة باكمان ولعبة دونكي كونغ، وفي لعبة ثالثة اسمها كيوبر. مبدأ اللعبة بكل بساطة إنك بتلعب على شخصية بيدرج من المكعبات، وكل شوي بيجي بوجهك أشياء لازم تتفاداها عشان ما تموت. المهم، في شخص مدمن ألعاب أركيد اسمه جورج لوتز قرر إنه وده يلعب لعبة كيوبر لأطول فترة ممكنة على مبلغ واحد، لأن كل مرة بتلعب فيها على جهاز الأركيد لازم تدفع. فجورج دفع $0.25 عشان يشغل اللعبة، واستمر في اللعب 84 ساعة متواصلة. ايه اللي سمعتوه صحيح، 4 أيام لعب متواصل على لعبة كيوبرت بدون ما يخسر. طبعا الموضوع ما كان عشوائي انه فجأة فتح اللعبة وقرر يلعب، لا، كان ناوي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول شخص في العالم بيلعب لعبة أركيد، وفعلا حصل على هذا اللقب، وإلى الآن ما في ولا واحد قدر يتعداه. في المرتبة الأولى، شفنا كثير ناس بنوا أشياء جدا رهيبة في لعبة ماينكرافت. في ناس بنوا بيوت وقصور جدا فخمة، وفي ناس بنوا معالم أثرية نفس برج إيفل أو الأهرامات في مصر، وفي ناس بنوا عمارات جدا ضخمة نفس أبراج نيويورك، برج خليفة في دبي، وغيرها كثير من الأمثلة الرهيبة يلي بنوها الناس بلعبة ماينكرافت. بس في يوتيوبر اسمه بيبن وده يبني شيء في لعبة ماينكرافت أكبر من هذه الأشياء كلها، وهذا الشيء هو كوكب الأرض. إيه مثل ما سمعتوا، وده يبني كوكب الأرض بالكامل بلعبة ماينكرافت، ومو قاعد أتكلم عن كوكب الأرض كشكل من برا وخلاص، لا، وده يبني الأرض بالكامل، العالم بالكامل بداخل لعبة ماينكرافت. يعني كيف لما تفتح خرائط جوجل وتقدر تروح على أي مكان بالعالم وتشوفه، يبي يسوي نفس الشيء بس بداخل لعبة ماينكرافت. بس هذا الشيء مستحيل يقدر يسويه لوحده حتى لو لعب 1,000,000 سنة. فسوى فيديو على اليوتيوب شرح فيه مشروعه للناس، انه وده يبني الارض بالكامل بلعبة ماينكرافت، وطلب مساعدتهم بهالشيء، والفيديو تبعه جاب 14,000,000 مشاهدة، وسوى سيرفر ديسكورد عشان الناس يدخلوا ويساعدوه، ودخل فيه فوق 150,000 شخص. وهذا الكلام في بداية عام 2020، والآن بعد سنتين على هالكلام خلصوا فوق 150,000 مبنى بأنحاء العالم، فوق 20,000 في أمريكا، 6,000 بفرنسا، 3,000 باليابان، 1,700 في إيطاليا، وبكل أنحاء العالم عم يبنوا مباني. طبعا لسه الموضوع في بدايته، لسه يحتاجوا عدة سنوات عشان يخلصوا بناء الكرة الأرضية بالكامل، بس الحلو إنهم مستمرين ومثابرين فيه، ويوميا عم يتم بناء مئات المباني الجديدة. بس يخلصوا المشروع بالكامل، هذا رح يكون حرفيا أكبر إنجاز بتاريخ ألعاب الفيديو، ومستحيل أي شيء يتفوق عليه بالمستقبل. فأي يا شباب، هالفيديو لليوم أتمنى يكون عجبكم. أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات شو أصعب تحدي شفتوه بهالفيديو غير المركز الأول. طبعا أتمنى تشاركونا هالشيء بالتعليقات، وبس كان معكم الشركة إيال وشركة كي، شوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله، مع السلامة.